خصوص صرص الفيل ده، الموضوع خلينا نعرف برضه يا كابتن كواليس ما يحدث في تدريب النادي الاهلي، لان في بعض الاخبار بتقول ان اجاي طلع مصاب، طلع في مشكله. خلينا نعرف ماذا يحدث من النادي الاهلي او الملعب مختار التتش في النادي الاهلي. كريم ازاي؟ كابتن اسلام اهلا بيك وتحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه الاهلي. كل سنه وانتم طيبين. عايزين نعرف اهم ما يحدث من كواليس في تدريب النادي الاهلي، وهل بالفعل اجاييه خرج مصابا من التدريب النهارده؟ ابدا معاك باصابه اجاي. يمكن اجاي بالفعل كان مشارك في التدريب بس ما كانش فيه اي كدمه، ما كانش فيه اي يمكن اشتراك مع اي حد من اللاعبين، لكن بالفعل وقف وطلع مباشره مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود. الكدمه جايه في عضله الضمه كابتن اسلام، كان لسه متاكدين دلوقتي من طبيب ايضا النادي الاهلي الدكتور عبد المجيد، اللي قال يمكن عنده نغزه كده في العضله الضمه وحس بيها في المران، ففضل طبعا ان هو ما يشاركش. يمكن اجاي وقف على الخط شويه، كان عايز ان هو ينزل كمان يشارك في التدريب، لكن حفاظا عليه طبعا من الواضح ان اجاي هيكون خارج القائمه من طبعا من التصريحات الخاصه به الجهاز الطبي للنادي الاهلي. لكن بشكل عام لو بكلمك على التدريب الاخير النهارده كابتن سام، الاستعداد طبعا لمباراه انبي كعاده مستر مارتن ستارت، كل التدريبات خلال الفتره الماضيه تصحيح الاصابع بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، الكرات الثابته بياكد عليها، الكروسات، التمركزات، يمكن كمان خط الظهر بالتحديد. النهارده كان ليه اكثر من تعليمات لايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايمن اشرف طبعا يمكن مرتدي الوقت طبعا بتاع الراس والانف نظرا للاصابه الاخيره، لكن يمكن حماسه الكبير وجديته اللي بكيد بنشوفها في ارضيه الملعب رغم الاصابه اللي عنده، لكن عنده حماس كبير اشاد بيه النهارده مستر مارتن على ادائه وقوته. ياسر كمان، رامي ربيعه كمان، التشكيله كابتن اسلام نقدر نقول بنسبه كبيره جدا هو التشكيل الماضي للمباراه الماضيه، ومن الواضح ان مستر مارتن بيحافظ على القوام مع نهايه الدوري، يعني القوام الاخير او التشكيله اللي يمكن بياخدها خلال المباريات الماضيه. لكن كمان نقطه مهمه، وليد سليمان وحسين الشحات، في حيره شويه بين مستر مارتن ان هو يدفع في بدايه المباراه وليد سليمان او حسين الشحات، النهارده واضحه جدا في التمرين الاخير يمكن ادى جزء النهارده لحسين بعض التعليمات وجاب وليد، لكن وليد خد جزء اكبر شويه في التكتيك. لكن اكيد طبعا يعني بطبق الرؤيه الفنيه لمستر مارتن والجهاز الفني، لكن بشكل عام تدريب جرعه تدريبيه جيده لحماس لعيبه النادي الاهلي. زي ما قلنا قبل كده لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه المباريات القادمه، كل مباراه ليها حسابات ليها سيناريوهات، لكن بشكل عام التدريب كان جيد النهارده، في حماس وفي جديه كبيره. لكن هو الامر المحزن طبعا لكل جمهور النادي الاهلي هي اصابه اجاي، ان شاء الله ما تطولش، ولسه متاكدين يعني مستنيين تاكيد كمان كابتن حجم الاصابه قد ايه، لان اجاي دلوقتي في العياده، يعني كان اجاي في العياده جوه مع طبيب النادي الاهلي خالد محمود بيعملوا التست، لكن اول خبر عرفناه ان هو عنده نغزه بسيطه جدا في العضله الضامه، ان شاء الله ما تطولش. طيب معاه يعني لغايه لما تتاكد برضو يا كريم، لان عشان ما يبقاش برضو الكلام طالع هنا ولا هنا، احنا عايزين نعرف هل اجاييه بكره هيكون موجود ولا هيبقى خارج القائمه بشكل رسمي؟ اول ما تعرف طبعا يعني قول لنا على طول. بالتاكيد يا كابتن اسلام ان شاء الله اضيف طبعا على اجاي علي لطفي واحمد الشيخ، يمكن النهارده علي لطفي خلاص مش متواجد في مباراه الغد مع مصطفى شوبير وشريف اكرامي والشناوي النهارده، لكن بيخوضوا التدريبات الخاصه بحراسه المرمى، بجانب احمد الشيخ النهارده ايضا كمان كان في الجيم هيعود للتدريبات ان شاء الله خلال الايام القادمه، واعتقد ان شاء الله مباراه انبي. الامور كلها مطمئنه ان شاء الله يا كابتن اسلام، ينقصنا كل التوفيق غدا باذن الله ان شاء الله في هذه المباراه. هنتظر يا كريم ان شاء الله تطمن على اجاييه وتقول لنا ماذا يحدث في موضوع اجاييه، ان شاء الله حتى لو هنطول 10 دقائق ربع ساعه لغايه حتى لما القائمه تنزل كمان ونعرف القائمه وتبقى من خلال قناه النادي الاهلي. تمام؟ تمام يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم. طيب يعني خبر لسه لم نتاكد من صحته، هل سيكون اجاييه موجود بكره في القائمة ولا لا؟ هو دلوقتي مصاب او يعني في نغزة بسيطة في العضلة الضمة، عشان برضو نعرفين الكلام اللي بيطلع من عندنا من القناة بيبقى كلام الناس بتاخده كلام موثق، وبالتالي حتى هذه اللحظة احنا لسه مش عارفين اجاي هيكون متواجد ولا مش متواجد في مباراة غدا، ولكن الاقرب ان هو يبقى مش موجود، لانه الحقيقة مارتن لاسارتي دائما بيميل لان هو لو واحد عنده نغزة ولا حاجة يحط يريح اللعيبة يريح اللعيبة. بس هو يعني الضمه دي اجهاد، وهو بقاله يعني